وسهلا فيكم، مستعدين للاختبار ان شاء الله. القانون ايش يقول؟ انه كل واحد عنده 15 ثانية يرد، فعندكم هذا البورد اللي حسأله سؤال. انا حبدأ معك دانا، فحسألك ولازم هشام يكتب الإجابة، اوكي؟ يلا نبدأ مع دانا. اول سؤال الاول، كم عدد الأحذية الرياضية اللي يملكها هشام؟ او ماي جاد، انا مش عارف صراحه يعني ما فيني اعد. تقريبا للاسف تعداني بالموضوع هذا. احاول افكر، يعني بديش احرج نفسي، بس يعني بين كم وكم؟ اي ثينك 100 فوق ال 100. اوف، لا مستحيل. 100 عم بخبي من وراي، ما انا عم بطلع. ها هشام، انا 50 بلس. اوكي، فما وصلت للمية. أوكي. روح على البيت. السؤال الثاني، إيش الهدية اللي قدمها لك هشام يوم طلب يدك للزواج؟ هشام ما كان يعني تيبيكال، هو هي قصة رومانسية بيننا، بس هو تقدم لي بشوز صراحة. بشوز كمان من الخمسين ولا حد جديدة؟ لا جديد. أخذني على المحل، وحرام صراحة عن جد حتى نزل، فأوزك هو هذا أنت البروبوزل تبعك، طلع شوز. خلينا نشوف الجواب هشام. شوز ريبوك. أوكي ممتاز. السؤال اللي بعده، إيش أكثر كلمة يستعملها هشام في حديثه على التليفون يوميا؟ هو لقلي دائما شو البلان اليوم؟ يعني شو البلان اليوم؟ أوكي. ما بعرف شو البلان. ها هشام اشوف. What's the plan؟ اوكي. طيب والله برافو دانا. السؤال اللي بعده، ايش هو التصرف اللي يعمله هشام اللي بيعصبك ويزعجك؟ اوه ماي جاد، شو التصرف؟ اي دونت نو، بنسحب، بياخذ دائما لما اكون معصب، مش نقطة بنسحب، بنعزل عني، ببعد يعني. فيختفي. اوكي، ها هشام ايش الجواب؟ سايلنس. اوكي، الصمت. يعني اوكي تمام، قريب يعني. وين هشام اختفى؟ السؤال اللي بعده او اخر سؤال، من الفنان اللي اول ما تطلع في السيارة لازم يسمع اغاني؟ ممكن ليش حاسة توباك؟ هو يوجوالي I don't know between John Legend وأشر صراحة. هاي هشام. John Legend. والله برافو دانا. طيب أوكي، دانا نجحت الاختبار، أخذتي 4 من 5 صح؟ أوكي. لكن خلينا دحين نغير، فلو تعطي البورد بليز لدانا وهشام، خلينا نبدأ معك أول سؤال. شوف هشام يلا، إيش هو الشيء اللي ما تطلع دانا من غير ما يكون في شنطتها؟ هلا سانيتايزر. سانيتايزر؟ هذا هو سانيتايزر، يا بس هلا يعني الليبستيك، روج ما بطلع من غير ليبستيك. اوكي، بس يعني سانيتايزر مفهومه، كل حاجه موجوده. اجابه سيف. اوكي، السؤال اللي بعده، ايش الشيء بتقتنيه دانا، الملابس، الشنط او الاحذيه؟ اكثر شيء، يعني اكثر شيء عندها اياه، ملابس، شنط او احذيه؟ لبس. الملابس. اوكي ملابس. سوى واحده غلط واحده صح لين دحين. طيب، اطيب اكله تطبخها دانا؟ اطيب فيها كثير صراحه، صارت فنانه هي. اطيب اكله يعني يا هو يا التشيكن او الباستا. اوه واو، باستا ودجاج، جايب الاثنين صح. والله برافو هشام. طيب السؤال اللي بعده، ايش اسم صديقه دانا المقربه والاقرب الى قلبها؟ هلا هي هير بيست فريند اختها اسماء. والسكند وان بقول عزه. اوكي، ها عزه، والله ممتاز، برافو. طيب خلينا نشوف مين اللي فاز دحين في الاختبار. لا انا سالت كل الاسئله. اوكي في سؤال كمان، لو اختلفتوا مين يصالح الثاني قبل؟ اوف، هذا لك يا هشام صراحه. يعني انا بحب اقول انه انا بصالحها اول، بس لا، دانا انا كتبت هشام. بس هذا شيء حلو انه كل واحد يشوف الثاني. انا اقدر اقول كم الاجابه طلعت، اعتقد 4-4 في تعادل، وبالعكس هذا شيء حلو انه في تعادل بينكم. بس قولوا لنا، يعني انتم جدا مختلفين، وانت رياضه اكثر، وانت موضه وفاشن، بعد 3 سنوات زواج، كيف ما شاء الله يعني شايفينكم بهذا الحب وهذه السعاده؟ لا الحمد لله، يعني لما اول ما تعرفت على دانا ما كان في براسي الزواج at all. اوكي، الاهل كانوا
فأول فترة يعني شوف وجدانه أول فترة يعني we became مثل أصدقاء صغير. أوكي. وعلى مدة 3 سنين ومع عدنان ابنه الصغير اللي إجا الصداقة زادت فأنا بشوف دانا as my best friend يعني صديقتي يعني دائما يعني مش بس مرتي بس صديقتي as well دانا أنت تشوف هشام your best friend كمان yeah. صراحة صرنا كثير متوافقين بحس إنه صار في عنا balance فهمانين بعض وأتوقع هي أهم شيء بأي علاقة اثنين يفهموا بعض إذا ما قلت لما بعرف إنه هو معصب خلص I give him space حتى لو أنا متضايقة من الموضوع بس صرنا نفهم بعض صراحة في البداية كان صعب بعدين شوي شوي لازم نعطي بعض فرصة الواحد يفهم شخصية الثاني وأعتقد هذا يعني لكل زواج لازم يكون أحسن نصيحة بس كنت متفهمة لما أتقدم لك بالسنيكرز يعني بغيت متفهمة فهمت يعني تقولي تفهم أوكي بس هذا شيء جديد I got worse مع سنيكرز بعد ما تجوز أوكي مش قبل ما أتجوز Don't blame me بس يعني إحنا الاثنين طلع فينا عنا حب للفاشن هو بس الشيء الاختلاف الوحيد إن هو كتير رياضي وأنا شوي ليزي فهو صار يخليني صراحة إنسانة رياضية بشجعني وأنا بقول له مش ضروري يعني نضلنا نركض على طول خلينا نريح شوي تسوي له باستا وهو يشجعك الرياضة ممتاز حلو هذا الكومبينيشن حلو في هذا التوازن في العلاقة الله يسعدكم ويحفظكم وقولوا لي كيف إيش لما جاكم ولدكم عدنان صح اسمه بتقولي كيف قوى علاقتكم مع بعض والله صراحة we started spending more time مع بعض يعني صرنا نقضي وقت كعائلة يعني كعائلة كثير يعني وفي أشياء نعمل أكتيفيتيز يعني عائلية أكثر كنا احنا دائما يعني انا ودانا دائما كنا نطلع برا على العشاء وهذا بس لما اجى عدنان صرنا نحب نقضي وقت اكثر في البيت مع عدنان okay. مع الاهل واي ثينك يعني بوث دانا كفاشن وانا ك يعني سبورتس اي يوز تو ورك مع ريد بول فوي ار اولويز اوت اوكي فالتغير الكبير اللي صار بيناتنا انه صرنا مور هومي Yeah, يعني صرنا نحب نقدر البيت قعدات البيت مع الاهل كمان مع الاهل كثير متاكده انه عدنان مره فاشنبل ورياضي قاعدين نشوف فيديوهاته وبنشوف صوره الله يحفظه ويسعده ان شاء الله دائما نشوفكم مبسوطين ان شاء الله شكرا لكم شكرا على وجودكم اليوم شكرا كثير